فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظرون منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنناقش رواية إنجليزية بعنوان جين إير. جين إير كتبتها تشارلوت برونتي. تشارلوت برونتي هي روائية إنجليزية شهيرة، وهي أخت إيميلي برونتي وآن برونتي، والفرق بينهم في أعمارهم في سنوات ميلادهم سنتين فقط. يعني تشارلوت برونتي هي الكبيرة، ولدت في 1816، إيميلي برونتي 1818، آن برونتي 1820، سنتين اللي بيفرق بينهم. ولكن السنوات اللي توفي فيهم كان تختلف، يعني نجد ان إيميلي برونتي توفيت في 1848، ولدت في 1818 وماتت في 1848، يعني 30 سنة فقط. وآن برونتي ولدت في 1820 وتوفيت في 1849، يعني 29 سنة. وليهم أخ كان رسام اسمه برانويل، ولد في 1817، يعني ما بين إيميلي وبين ما بين تشارلوت وبين إيميلي 1817، ومات في 1849، يعني أيضا 32 سنة. وماتوا بالسل الرئوي، يعني كان ظاهر يعني مرض منتشر في العائلة. وأنا قدمت رواية وذرينغ هايتس لإيميلي برونتي قبل كده، فأريد ترجعوا لها، يعني تتفرجوا عليها لأنها أيضا رواية مهمة جدا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن رواية جين إير للكاتبة تشارلوت برونتي. هي ولدت زي ما قلت في 1816 وتوفيت في 1855، والرواية نشرت في 1847، تحديدا في 16 أكتوبر 1847. والثلاث أخوات بقى كعادة الكاتبات في العصر الفيكتوري كانوا بينشروا تحت أسماء مستعارة، أسماء رجالية، لأنه ما كانش من المعتاد إن في سيدات تنشر روايات بأسمائنا الطبيعية. فكل واحدة فيهم نشرت استخدمت اسم رجالي بيبدأ بأول حرف من اسمها، يعني تشارلوت بيبدأ بالسي فاختارت اسم كيورا بيل، وإيميلي بيبدأ بحرف الإي بقت إليس بيل، وآن بيبدأ بحرف الإيه بقت أكتون بيل. ثلاث أسامي رجال نشروا، لأن حتى مثلا وذرينغ هايس لما اتنشرت من كتر العنف اللي فيها، مش عنف قتل، العنف المشاعر اللي فيها يعني، والانتقام اللي فيها، الجماهير ما صدقتش إن الرواية دي اللي كتبتها سيدة. ورواية النهاردة جين إير هي رواية تعتبر رواية ضخمة أيضا، زيها زي وذرينغ هايس تقريبا في نفس الحجم، يعني أيضا رواية أنا درستها وأنا في سنة رابعة جامعة. جين إير دي درستها أنا في رابعة جامعة في الكلية، كنت في كلية الألسن قسم لغة صينية، ولكن اللغة الإنجليزية كانت اللغة الثانية اللي بندرسها. والحقيقة الأستاذة اللي درستها لنا الأستاذة أمال الحضري الله يمسيها بالخير، كانت فعلا حبيبتنا في الرواية لدرجة أن الواحد كان بيحفظ باراجرافس كاملة، ومثلناها قدامها في مرة في إحدى المحاضرات، فالله يمسيها بالخير. يعني الرواية ضخمة، يعني أنا رجعت قريتها البي دي اف مؤخرا الأسبوع دوت، يعني فوق 600 صفحة، 691 صفحة نسخة البي دي اف اللي عندي، 691 صفحة. الرواية مكتوبة بالضمير الأول، يعني هي اللي بتسرد القصة هي جين إير نفسها. جين إير هي اللي بتسرد القصة، فبتستخدم الفيرست بيرسون اي على طول. اسلوب تشارلوت برونتي بقى بيتميز بأسلوبها قوي جدا، بتستخدم جمل طويلة نوعا ما، وبتستخدم في الرواية دي استخدمت الفعل الماضي، ولكن في فقرة
استخدمت فيها الفعل المضارع، ودي الفقرة اللي كانت لما جين إير سابت روتشستر وسابت القصر ثورنفيلد، فكانت حاسة بمرارة وبحزن. فالفقرة دي وصفتها واستخدمت الفعل المضارع فيها، يعني علشان تنقل لنا إحساسها بالضبط، وكأنها رغم أنها بتكتب عن شيء حدث في الماضي، ولكن أثناء كتابتها كأنها حاسة بنفس الإحساس فعلا. وأسلوب تشارلوت برونتي يعني أسلوب أدبي بليغ حقيقة. وبتستخدم يعني شخصية جين إير، هي بتتكلم زي ما قلنا بتستخدم السرد الذاتي، يعني بتستخدم الضمير الأول، فبتعبر عن آرائها بقى في كل الشخصيات وفي كل الأشياء اللي حواليها واللي بتقابلها. على سبيل المثال في شخصية اسمها بلانش إنجرام، جين إير ما حبتهاش لأن هي كانت عايزة تتجوز روتشستر اللي جين إير نفسها بتحبه، فطبعا ما حبتهاش، إنما فنقلت بتنقل للقارئ بقى رأيها في الأشياء وفي الأشخاص اللي بتتعامل معهم، حتى لو كان رأيها صائبا إنما بتؤثر على القارئ بشكل أو بآخر. الرواية لما نشرت في 1847 أحدثت ثورة في الكتابة النثرية، باعتبارها أول رواية تركز على التطور الأخلاقي والروحاني لبطلة القصة، وده من خلال السرد الذاتي. وهنا نقدر نقول إن تشارلوت برونتي أثرت في الكتاب اللي جم بعدها واللي ركزوا على هذا النوع من الكتابة، على سبيل المثال جيمس جويس. الرواية فيها نقد اجتماعي للعصر الفيكتوري، وناقشت بعض القضايا المهمة زي في اللي كانت تهم ذلك الوقت، زي مثلا الطبقات الاجتماعية، المرأة، مركز المرأة في المجتمع، الدين أيضا. طيب نستعرض أحداث القصة سريعا. هي زي ما قلت قصة طويلة جدا، يعني النسخة اللي قريتها تكاد تقترب من 700 صفحة، فمش هينفع أحكي كل أحداث القصة بالتفصيل. ملخص سريع لها: جين إير هي بنت يتيمة تربت في بيت زوجة خالها اللي بيشار إليها بأنت، يعني كأنها خالتها، اسمها سارة ريد. هي امرأة قاسية جدا وثرية، وكانت بتعملها معاملة سيئة، ولكن في خادمة في البيت اسمها بيسي لي، دي اللي كانت بتعتني بجين إير وبتعطف عليها، تغني لها أغاني وتحكي لها قصص، وكانت مهتمة بيها. وكان لها طبعا ثلاث بنتين وولد خالها المتوفي، فكانت بتلعب معاهم، إنما ما كانتش دايما بتحس إنها محبوبة منهم، ومش حاسة إن ده بيتها. وفي ذات مرة وهي بتلعب مع ابن عمها جون ريد، يعني تخنقوا كده، هما لسه أطفال يعني، لأن جون دوت يحب السيطرة على اللي حواليه يعني من الأطفال. فالمهم زوجة خالها سجنتها في غرفة اسمها الغرفة الحمراء، ودي حاجة كده عاملة زي غرفة الفئران زمان، فاكرين لما كنا في الابتدائي كانوا يخوفونا بغرفة الفئران. دي الغرفة اللي مات فيها خالها، فتحبست فيها. وهي في الغرفة بقى يعني خيل إليها أنها شافت عفريت خالها، فصرخت وأغمى عليها. وبعد ما فائت من الإغماء لقت الخادمة ديت بيسي معاها بتعتني بيها، وفي رجل آخر اللي هو صيدلي يعني اسمه لويد، السيد لويد، يعني لغاية ما فائت. وبعد كده السيد لويد اقترح على خالتها السيدة سارة ريد إن هي إن هم يعني إنها تبعتها لمدرسة داخلية تتعلم فيها، فوافقت. فجين طبعا فرحت جدا إنها هتبعد عن هذا البيت وعن هذا المناخ الغير صحي. راحت لمدرسة اسمها لوود، ناظر المدرسة اسمه بروكلهيرست، ده كان رجل متدين من الظاهر فقط، إنما وبيشجع الأطفال على فضيلة الفقر والتقشف، وإنما كان بياخد بقى أموال المدرسة
وانفقها على بيته ويعيش هو في بحبوحة من العيش. بيفكرنا بشخصية جوزيف في رواية وذرينغ هايتس لإيميلي برونتي أختها الأصغر منها بسنتين. أيضا كان خادم في البيت، إنما كان دايما ماسك البايبل ودايما يقرأ فيه ودايما يتكلم عنه، إنما كان شخصا منافقا وشريرا. هذا الرجل أيضا الناظر المدرسة بروكل هيرست أيضا رجل كان رجلا قاسيا ومنافقا وشريرا. فيعني نقدر نعمل مقارنة بين شخصيته وبين شخصية جوزيف في وذرينغ هايتس. الأم كان في بنت في المدرسة ديت اللي هي لوود اسمها هيلين بيرنز. دي على الرغم من كل الفساد اللي كان في المدرسة واضح جدا للجميع، إلا أنها تقبلت كل هذا الظلم والفساد بنوع من وكأنها شهيدة، يعني كأنها ضحية. ورغم أنها كانت صديقة، هي الصديقة الوحيدة لجين إيه، إنما جين ما عجبهاش الطريقة ديت. هيجي بقى في وباء في المنطقة هيودي بأرواح العديد، هتموت من ضمنهم هتموت هيلين ديت. بروكل هيرست هيسيب المدرسة وفضائح المدرسة وفساد المدرسة والظروف الغير صحية والطعام الغير صحي هيبدأ يلفت الأنظار للجهات المسؤولة. حياة جين بقى في المدرسة هتتحسن بشكل كبير. هتقعد 8 سنوات أخرى في المدرسة، 6 سنوات كتلميذة وسنتين كمعلمة. هيجي بقى هتجيلها فرصة ان هي تعمل برا، وهي هتحب ان هي تعمل برا علشان يعني توسع من نطاق خبراتها وما الى ذلك. فجات لها فرصة انها تشتغل مدرسة لغة فرنسية في قصر اسمه ثورن فيلد. هتعلم بنت صغيرة اسمها أديل. مديرة المنزل في البيت دوت اسمها فيرفاكس، وصاحب البيت المالك القصر هو روتشستر، إدوارد روتشستر. هتحبه سرا، يعني مش هتصرح طبعا بحبها دوت، انما هتسمع من اول ما توصل البيت وبتسمع بالليل صرخات وضحكات، امرأة بتضحك وفي مرة وهي بتتجول في الروض هتلاقي في دخان طالع من غرفة روتشستر. هتدخل هتلاقي البيت في حريقة، هتوقظه من النوم وهتنقذ حياته، يعني هيطفي الحريقة. وهيقول لها ان مسؤولة عن الحريق دوت خادمة اسمها جريس بول. هقول لها انها بتسكر، يعني هي السبب في هذه الحريق، انما مش هيطرد جريس بول. فهي هتشك بقى، جين هتشك ان لا اكيد جريس دي مش هي اللي ورا المشكلة، مش هي اللي ورا الحريق يعني. فالمهم في ذات يوم روتشستر هيرجع القصر وهو معاه بنت شابة جميلة اسمها بلانش إنجرام. وبنت جميلة جدا وشكلها أرستقراطية نوعا، يعني طبعا طبقة اجتماعية أعلى من جين إير. فجين إير هتغير منها وهتكرهها، وبلانش دي فعلا بنت متعالية كده. وهتخاف بقى جين إير، هتخاف إن روتشستر يتزوج من بلانش ديت. إنما هتفاجأ إن روتشستر هيكتشف إن بلانش إنجرام دي يعني هي طمعانة في أمواله. فبدل ما يتقدم لخطبتها تقدم لخطبة جين إير. فجين إير طبعا ساعدت جدا ووافقت على الفور. إنما في يوم الزفاف بقى وهم في الكنيسة بيعقدوا عقد الزواج، في واحد اسمه ميسون دخل الكنيسة وقال الزواج ده ما ينفعش علشان روتشستر متزوج أصلا، وهو متزوج من أخته هو، والمرأة المتزوجة اسمها بيرثا ميسون، هو اسم الأسرة يعني ميسون. فهيقول ان هو وروتشستر مش هينكر، هيقول ان هو فعلا تزوجها عندما كان شابا في جامايكا وعاد بيها. وهياخدهم بقى من الكنيسة، هيعود بهم للقصر ثورنفيلد،
وهيوري لهم زوجته بيرثا ديت، هكتشفوا بقى وجين إير هتكتشف ان هي سيدة مجنونة ماشية على ايديها ورجليها وبتزمجر وكأن زي الحيوانات يعني مجنونة وكده يعني. وان وروتشستر هيقول لها بقى ان هو مخبيها في الدور الثالث من ساعة ما تزوجها في جامايكا من اكتر من 15 سنة، وبعد الزواج اكتشف ان هي مجنونة فعاد بها الى انجلترا وحاول انه يعالجها بكل الطرق لم تفلح اي طريقة، فاضطر ان يسجنها ويحبسها في غرفة في الطابق الثالث. وعرفت بقى ان هي اللي كانت المتسببة في الحريق السابق دوت، وقررت ان هي تهرب من او تترك ثورنفيلد، تترك القصر، لان روتشستر قال لها ان هو بيحبها وعاوز يتزوجها وما يقدرش يعيش من غيرها، وكان خلاص هو كان متزوج رسمي فما ينفعش يتزوج واحده ثانيه، فكان عايزها تبقى في القصر كعشيقه له، ولكنها سترفض، ولان يعني هي كانت متدينه ايضا، وهتخرج من القصر تهرب منه وتخرج بقى. وان بعد ما تخرج زي ما قلت بقى في الروايه، اسلوب الروايه في الفقره دي بالذات هنتقل من الفعل الماضي الى الفعل المضارع لتوكيد وتعميق احساس جين اير بالهوان وبالعجز وبالحزن وكل هالدواء. هتفضل فلوسها هتخلص منها، ويعني هتبقى في حاله جوع وفي حاله فقر وأسى وحالة معاناة شديدة، إلى أن في تجد ثلاثة أشقاء يعني يعطفون عليها ويعني يستضيفونها في بيتها، يعني سيدتين، واحدة اسمها ماري وديانا، وأخ الثالث بقى أخوهم الثالث اسمه سينت جون. سينت جون يعني القديس جون، إنما بيتنطق سينجن، لأن بشوف في ناس بتكتبها سينجن القديس جون، إنما هو لا، هو بيتنطق سينجن، إنما هي طبعا بتكتب كده استي يعني سينت جون يعني القديس جون، إنما لما تقروا الرواية اقروها بالنطق ده سينجن. المهم هو كان عائلة دي اسمها عائلة ريفرز، كان هو متدين، كان من المبشرين يعني. هينجح انه يلاقي لها وظيفة، يعني وظيفة تدريس في مدرسة خيرية، فهتبدأ فيها فعلا. وفي ذات يوم هيعود لها ويقول لها ان عمها جون ايه توفي وترك لها ثروة تقدر ب20,000 جنيه استرليني. فلما تسأله طب انت عرفت ازاي ان عمي مات وكده، هيقول لها ان هو جون اير ده يبقى عمه هو كمان، فهتعرف بقى ان دول كانوا اصلا يعني ولاد عمها وفي صلة قرابة، فتقرر ان هي تقتسم الثروة مع اقاربها الجدد دول. سينجن دوت بقى او القديس يوحنا دوت القديس جون او سينجن هيقرر السفر الى الهند كمبشر، وهيطلب من جين انها تسافر معاه كزوجة، ولكنها سترفض الزواج، هتوافق على الذهاب للهند معه ولكن كأخ وأخت، إنما ترفض الزواج من ابن عمها دوت لأنها ما بتحبوش، وهتحس إنها كده بتقتل نفسها. وهيطلب منها بقى سينجي إنها تعيد النظر في الأمر كله، إنما هتسمع بقى أو هيخيل لها إنها بتسمع صوت روتشستر، فهتقرر ان هي تعود، هتكتشف ان هي ما زالت بتحبه يعني، وهو ده الشخص اللي عايزه تتزوج بيه، فهتعود للقصر ثورنفيلد لتكتشف ان القصر يعني احرق تماما عن بكرة ابيه، أحرق عن بكرة أبيه، فهتسأل عنه، هتعرف بقى أنه نجح أنه ينقذ إن اللي أشعل الحريق هي أيضا بيرثا، وأن هي ماتت في الحريق دوت، ولكن روتشستر نجح في النجاة وفي إنقاذ الخدم لكنه فقد بصره. فلما تسأل تعرف أنه عايش في منطقة اسمها فيرنتين، هتروح لمقر إقامته الجديدة وهيكون عايش مع خادمين هناك جون وميري، وهيسعد جدا طبعا
لما يلاقيها رجعت لي وهتقول له ان في واحد تاني تقدم لها ابن عمها وشاب وجميل وهي تكون شافت بقى ان هو بقى اصبح اعمى، انما هتقول له ان هي اختارته هو وان هي راجعه له عشان تتزوجه. فعلا هيتزوجه، وبعد عامين من الزواج هيقدر يستعيد يعني بصره، هيتردله في إحدى عينيه، وهيقدر يشوف ابنه الجديد المولود وهيعيش في حياة سعيدة. وهذه هتكون نهاية القصة، وهي نهاية بتصور نجاح جين إير في الوصول للاستقرار والسعادة، اللي بنلاقي إنها في القصة كلها هي سعي منها ورحلة منها من أجل أن تصل إلى السعادة والاستقرار. لأن في نهاية القصة برضو كتبت إن هي متزوجة من 10 سنوات وأنها سعيدة وأنها بتتمتع بالمساواة الكاملة مع روتشستر في حياتها. كلمة وجملة ونقطة المساواة الكاملة دي مهمة جدا، وهنتوقف عندها يعني. والقصة بتنتهي كده نهاية سعيدة يعني، وهي من القصص قصص الحب اللي تعتبر مشهورة جدا ومهمة جدا خاصة في العصر الفيكتوري. وهي أيضا الرواية تعتبر رواية جوثيك، يعني زي وذرينغ هايت كده تعتبر رواية جوثيك. يعني اللي لسه مش عارفين يعني ايه جوثيك ورواية جوثيك، ياريت في حلقة انا عاملها مخصوص عن الادب، عن الجوثيك في الفن والجوثيك في العمارة والجوثيك في الادب، ياريت ترجعوا للحلقة دي وتتفرجوا عليها وتشوفوها. بكده نكون انتهينا من عرضنا الملخص سريع لقصة ورواية جين إير لشارلوت برونتي، وأعتقد القدر ده يكون كافي جدا لأي شخص مهتم بالاطلاع ومعرفة الأدب البريطاني. بالنسبة لهؤلاء الطلبة أو النقاد أو المهتمين بدراسة بعض التفاصيل وكثير من التفاصيل، يعني المواضيع اللي القصة بتناقشها، الرموز اللي في القصة وما إلى ذلك، إن شاء الله ده هيكون في جزء ثاني هنسجله دلوقتي إن شاء الله. ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.